انتما خفيفه هيا شوفوا شتو هذه غتعجب خصوصا حتى الناس اللي دايرين الفولاغ كيف ما قلت لكم شوفوا لي شحال زوينه صغيره تقدروا ديروها غير في الصاك ديالكم فيه واحد الهلال وكل الهنجيمات انتما راه كتختاروا الشكل اللي بغيتو نحلها لكم باش تشوفوها نشارك معكم اللي هو هذا شوفوا لي لا فينيسيون كيفاش دايره ورائعين بنسلم كبيدات نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا كنفرح معكم بزاف 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 فاش كنبغي نصور لكم سين ديال المشاريات ديالي اولا اشنو الجديد في شئين اليوم كنصور لكم جوج ديال الفيديوهات الفيديو ديال النهار ديالي من الصباح حتى العشيه ودابا فاش جبت هاد لا كوموند هادي قلت حتى هي نصورها لكم باش تشوفوا الجديد عاوتاني بزاف منكم ولا لقيت طلب كبير على هاد النوع من هاد الفيديوهات هادو داكشي علاش حتى اليوم ان شاء الله غادي نصورها معكم اليوم غادي نشارك معكم بزاف الحويجات ديال الدراري الصغار خصوصا السبديلات ديال الدراري غادي نوريكم بعض المشتريات وكذلك بعض الزاخشيك اللي غادي ينفعوكم في الحياه اليوميه ديالي غادي نبدا لكم هو اللوغي بلاص ديال الدراري الصغار وغادي نبدا صراحة لا فينيسيون واعره فيهم شويه ديال الريحه الصبا ديال الكولا وديري لكم هذه في الداخل باش هكا ما تتعوجوش الصراحه واعرين 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 الشكل الثاني اللي هو هذا شوفوا لي لا فينيسيون كيفاش دايره ورائعين ليليان وتصاور نقدر نخليهم لكم هنايا وبالنسبه لليليان غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف باش هكا الا بغيتو تقداو شي حاجه تلقاوهم كاين عاوتاني هاد السبرديله اللي واعره شوفوا لي كيفاش دايره نتوما نقربها لكم باش تشوفوا هادو راه ديال الدراري الصغار البنات ماشي كبار هادي لا طاي 35 وكيف ما دائما تنقول لكم راه تيكونوا اشكال وانواع في هذا الشيء ديال الدراري الصغار ودائما عندهم الجديد صراحه حاجه تنسيت حاجه نشوف شنو هادي شوفوا لي هاد السبرديله حتى هي كيفاش دايره هانتوما خفيفه ها هي شوفوا خفيفه بزاف ها هي كيفاش دايره بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي علاش ما تحطيش لينا الاثمنه علاش ما كنحطش لكم البنات الاثمنه حيت دائما الاثمنه كيتبدلوا فهمتوا يعني نتوما اللي خاصكم تدخلوا شوفوا في لابليكاسيون شوفوا شحال زعما وصل الثمن راني دائما تنحط لكم كل حاجه بالرابط ديالها غير دخلوا لصندوق الوصف الفيديو هذا اللي كتفرجوا فيه دابا راه تحت منه كاين واحد المثلث صغير غادي يهبط لكم واحد الكتبه راه فيهم كاع الروابط ديال هذا الشيء اللي شاركت معكم دابا ودخلوا لابليكاسيون غادي يدخلكم ديريكت وحتى الانستغرام ديالي راه تنخلي لكم دائما في صندوق الوصف دخلوا عندي راه دائما كنشارك معكم ستوريات فيهم دائما الجديد ودائما كنشارك معكم انواع المكياج هكا كنطبق معكم اي حاجه بغيتوها واي حاجه كتسولوني عليها راني كنجاوبكم في الانستغرام اللي ما جاوبتوش في يوتيوب راه غادي نجاوبكم في انستغرام ان شاء الله غادي نوريكم دابا هاد السبرجيله هادي اللي كبيره الناس اللي كيضروهم رجيلات اللي تيبغيو شي حاجه خفيفه كيديروا لكم هاد الفرشي هنايا شوفوا لي كيفاش دايره خفيفه بزاف ديجا خديت الغوص ديالها ومن هنايا كتجي مبطنه ومقطنه صراحه زوينه خفيفه قوس رجيلات نيش ونوريكم هذا صندال هادي اللي كتجي بحال هكا حتى هي كتجي خفيفه ديجا راه وريتكم البيضه ديالها خطيره في اللبسه وخفيفه وما ضراتنيش في رجلي انا راه من النوع اللي الحاجه اللي ما ارتحيتش فيها في المشيه ما كنحملش باقي نلبسها ها نتوما شوفوا كيفاش دايره وهنايا هادو راه لاستيك غليظ البنات وصحيحه ها هي شوفوا كيفاش دايره شفتوا المهم لي صندال راه كاينين في الاشكال والانواع راه دائما تنقولها لكم دخلوا بقشوا في لابليكاسيون راه دابا راه دايرين تخفيضات اللي واعرين وصلن حتى ل 80% البنات دابا سرينا مع السليطات ندوز دابا نوريكم هاد لوصاك اللي كيجي في البيج صراحه لا كاليتي ديال التوب ديالو رطيب بزاف صراحه زوين كيجي هنايا فيه ثلاثه الفتحات هنا الطراقات والداخل كتجي فيه ديك السلسله وكتجي فيه الصمطه ديالو ها ويلي ما كاينش صمطه خلاني ها هي السميطه ديالو حتى هي في نفس اللون صراحه كيبان فني كيش هادو كي كذلك هاد
سميتهم البندات ديال الشعر. وغادي نوريكم دابا هادي ديال الضو خطيرة وعجبتني بزاف. راني صورتها لكم شعلت فيها الضو. غادي نخلي لكم دابا الفيديو باش تشوفوا كيفاش داير. ما شفتوا فيها هنا جوج البوطونات وهنا كيجي معها الخيط ديالها باش كتشارجا. وديزاينها هو هذا كيجي فيه واحد الهلال وكل هنجيمات. نتوما كتختاروا الشكل اللي بغيتو وكتحل. تقدروا حتى الا بغيتو هادي تبدلوها، راه كيتباعوا هادو في الاشكال، تقدروا تبدلوهم وتحطوا هنايا ندوز معكم القشيب باش تشوفوا الجديد. شوفوا لي الجديد، شوفوا لي هاد الشبيكه شحال زوينه. هي بيتو صفايا ديال القلي. نحلها لكم باش تشوفوها. ها نتوما مسدوده بحال هكا وكتقليو اللي بغيتو وكتهزو هكا وكتصفيو الزيت. ها نتوما شوفوا الديكور ديالها شحال زوين، شفتوا كتحمق. المهم قالوا انا ما تتصداش، ما عرفش اول مره نشوفها انا بحال هكا دايره. كاين كذلك هاد الماشين هادي اللي حتى هي غادي تنفعكم بزاف بزاف بزاف، خصوصا الناس اللي عندهم مشيشات في الدار، ولا اللي كيطيح ليه الزغب بزاف، ولا الشعر من هكا كيطيح ليه كيعمر ليه الحوايج. كيف ما قلت لكم شوفوا لي شحال زوينه صغيره، تقدروا ديروها غير في الصاك ديالكم. حتى مثلا دوك لي مونطو اللي تيكونوا هكا مزغبين تقدروا ديروا لهم هذه، غير ردوا البال حيت هذه حرشه شي شويه البنات. ما ديروهاش لجميع الاثواب، يعني يقدروا يخسروا لكم الثوب ديالكم. ديروها فقط ل بحال دوك الاثواب اللي تيكونوا غلاضين شي شويه، ولا الجليبات دوك الغلاضين ديال البرد تقدروا ديروا لهم هادو. الا عمروا لكم بالخمله اولا بالشعر، هذه راه كتنفعكم البنات. كنخدمو به تزيين الاظافر. كاينين كذلك هاد لي بورت كلي اللي تيجيو هكا فيهم حروف، صراحه هما زوينين. دائما كنقول لكم لي بورت كلي عندهم خطيرين وصراحه رخاصين. ها نتوما شوفوا لي الحرف ان، المهم كاملين دايرين بحال هكا. نتوما كتختاروا الحروف اللي بغيتو وكاين كذلك هاد الرشاشه هادي اللي كتجي ديال الروبيني. شوفوا ليا النوعيه ديالها كيفاش دايره، وكتجي مع لي زاكسيسوار كاملين ديالها. ندوز دابا معكم للحويجات، واخا ماشي بزاف، المهم غير هاد المره غير جوج الحاجات اللي كاينين. كاينه هاد لاشوميز هادي كتجي طويله وفيها هنا في اللور يعني في العنق هاد السطيفه هادي، شفتوا هادي غتعجب خصوصا حتى الناس اللي دايرين الفولار. وفي اليدين كتجي مجموعه وفيها كاع لي طاي البنات، راه دايرين لها هنا لاستيك، شفتوها غنبعدها لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. كاين كذلك هذا ديال واحد صاحب شيتا، هو هذا شوميز دانوي، الثوب ديالو رائع وهاد الدونطيل اللي دايرين ليه هنايا خطير. شوفوا لي كيفاش داير، حتى اللون ديالو كيحمق. واهم حاجه الثوب واعر بزاف رطيطب، وهذه اللي قلت لكم رطبه بزاف بزاف بزاف. هاد الطونطيل هذا غادي نخلي لكم هنا في البيسه كيفاش كيجي. دابا غادي نوريكم هاد المخدات الصغيورين بحال ديك اللي شفتو عندي الاولى، كيجيو في البيج، غير هادو صغيورين شي شويه على ديالي، كيجيو بحال هكا جوجات. وكاين هذا الموديل هذا، غادي نوري لكم لاول مره باش تشوفوا كيفاش داير، ونخلي لكم الصور ديالهم هنا كيفاش كانوا حاطينهم لينا وكيفاش وصلونا. شفتوا هذا الشكل حتى هو شحال زوين كيوت وسامبل من هنا.
وبهكا كنكون ساليت معكم فيديو، نتمنى تكون هاد الفيديو هذه خفيفه وظريفه على قلوبكم، ونتمنى كذلك انكم تكونوا شفتوا حويجات جدادين شاركتهم معكم بكل حب بحال ديما. ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروني، وما تنساوش عفاكم لايك 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 للفيديو غير كدعم ليا. والله العظيم ما بلاتي الا كنضرب تمار في الفيديوهات المونتاج وكل شيء، ورغم ذلك ما كتقدروش حتى ديروا غير جيم، يعني هذيك البصمه اللي كتشوف الفوق ماشي اللي كتشوف لتحت. ماشي مشكل، حتى ما عجبكمش الفيديو ديروا اللي كتشوف لتحت. الدنيا يعني على الراس والعين البنات، تحياتي وبسلامة عليكم.